حياتنا محطة حتى نكون مودعيها، وفي كل محطة سماء وأرض مختلفتين، وفي كل محطة أناس ساعدونا وأناس علمونا، وفي كل محطة حياة وعمر مضى. أفلا تستحق محطتنا هذه أن نقف قليلا قبل وداعها؟ والآن مع كلمة شكر باسم الخريجين يلقيها نيابة عنهم اللغة العربية الطالب موسى منذر لطفي. Now I will leave you with the graduate speech in Arabic delivered by the student Musa Munzir Lutfi. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة، أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، عطوفة الأستاذ الدكتور نظير أبو عبيد المحترم، أساتذتنا الكرام، أباءنا الأجلاء، أمهاتنا الكريمات، ضيوفنا الأفاضل، السلام عليكم عدد ابتسامات فخر أراها أمامي الآن، السلام عليكم عدد دمعات طهر تغسل الأجفان. قبل 5 سنوات أرهقت أوراق التقديم ساعدي، حملتها لمبنى التسجيل في الجبيهة، أشواق تصاحبني في يومي وغدي، حتى استلمت خطاب القبول في يدي. سعادة غامرة ليس لها حد، لا يوازيها إلا فرحتنا اليوم إلى الأبد، أن نستلم الورقة الثانية من يدي شقيقة الحسين الباني وعمة مليكنا الغالي عبد الله الثاني. شهادة التخرج نحو مستقبل واعد تبنيه سواعدنا ساعد بساعد، وما قيمة الإنسان إلا بقدر ما أضاف وأعطى للحياة وشيدا، إذا ما تساوى الناس في البذل والعطاء فأفضلهم من كان بالسبق رائدا. أيها الحفل الكريم، في هذا اليوم الجميل، يوم الجامعة الألمانية الأردنية، أتوجه باسم خريجي هذا العام إلى الأساتذة الأحباء وأقول لهم: لا يستطيع مداد تمر زانه ورق مصفى روعة وجمالا أن يجزي الأستاذ بعض صنيعه حتى وإن صال المداد وجالا. أن تبني إنسانا، أن تغذي قيما، أن تلهم روحا وتثري عقلا، أستاذي ألا يحق لك بعد ذلك كله أن ترفع يديك نحو السماء شاكرا نعمة غرسك بيد ومتباهيا بنتاج حصادك بالأخرى، لنحيي معا من لا يحصي فضلهم ذكر ولا يكفيهم أي شكر. زملائي الخريجين، زميلاتي الخريجات، ما أروع أن نتم معا في هذا اليوم الفصل الأول من سيرة بناء قويم، فتكون قد شكلت مشروع أجمل كتاب لمسيرة عطاء عظيم، تلخص حكايا رسالة مشتركة أساسها ريادة مجتمعية، وميراثها صناعة شبابية، وغراسها ولاء للوطن والعلم بإذن الله. وفي هذا اليوم جئنا لنحتفل بتخرجنا ونسدي الشكر لأولئك الجنود المخلصين الذين لولا جهودهم لما ارتقينا منصة التخريج هذه. شكرا لموظف التسجيل، لسكرتيرة القسم، لمشرف الأنشطة، لسائق الحافلة، لعامل النظافة، شكرا ثم شكرا لكم ولمن أشرف على أدائكم، وإلى الآباء والأمهات جميعا. وباسم كل الخريجين أقول: أبي وأمي إذ أقف على أعتاب مولد جديد
مولد حياتي المهنية. أدعو الله ألا يحرمني قربكما. إن معنى الشكر لن يتحقق إلا إذا استشعرنا واجب رد الجميل، ولكن ما أكثر الجمائل. شكرا شكرا بحق، شكرا على الليالي التي سهرتموها، على الدعوات التي دعوتموها، على الأموال التي أنفقتموها، وها نحن نكفكف دموع فرحتكم بهذه اللحظة التي انتظرتموها. وختاما نشهدكم أمام الله بأن نكون مسؤولين عن هذه الأمانة، وسنبقى الجنود الأوفياء لهذه الجامعة، ونسأل الله أن يجعل هذا المساء انطلاقة جديدة في مسيرة العلم والعمل، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.